اروح لعندها او الاستاذ يروح لعندها. اخبارك بدك ايانا نتكتف ويخترب بيتنا كلنا سوا؟ طالما القتل سهل عندنا طلوع جوزة مش احسن منا ولا فريد، واذا عملت لك اللي عم تطلبه مني مش بعيد تقتلنا من بعده. وليش لا؟ إذا فريد اللي كان عبدك المأمور عبدكم المطيع وقتلتوه بشربة مي، وقفت علي أنا؟ فريد كان لازم ينقتل لأنه ضعيف، ما نفذ اللي طلبناه. هلا كريمي مرت نشيل أقوى من فريد ومنكم؟ هذا اللي صار. هلا مش وقت محاسبة. حاسبنا الزلمة ودفع الثمن من حياته. ممنوع الضعف، ممنوع الغلط، وانت ربما تصرف صح يا سعدة. فانا شو بدي اسوي؟ السبب لازم تروحي تعزي مراكي.